بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب في الصف الخامس، استكمالا لما بدأناه من الاستراتيجية القراءية، نص مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الفقرة الأولى: تعيش المملكة العربية السعودية نهضة ثقافية بارزة، حيث تهتم بكل ما يرفع من مستوى العلم والمعرفة، ومن مظاهر ذلك ما تزخر به من مكتبات عامة وخاصة. ومن بين تلك المكتبات الرائدة مكتبة الملك عبد العزيز العامة في مدينة الرياض، والتي تقدم خدمات متنوعة للمستفيدين في مختلف الفئات العمرية. الفقرة هذه اللي ممكن نحط لها السؤال: ما هي النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية؟ وما ننسى علامة الاستفهام بعد السؤال. الإجابة عنها من الذاكرة، هتجاوب عن الإجابة من الذاكرة. طبعا فيه إجابات كثيرة ممكن نقولها، إنها بتعيش نهضة ثقافية بارزة، تهتم برفع المستوى العلمي والمعرفي، ومن ذلك إنشاء المكتبات العامة والخاصة، ومنها مثل مكتبة الملك عبد العزيز العامة في مدينة الرياض. هذه الإجابة يا شباب اللي ممكن نحطها على الإيه؟ على الفقرة. الفقرة الثانية، ولعل أبرز تلك الخدمات التي نادى الخدمات نادي كتاب الطفل الذي سعت المكتبة من خلاله تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب، حيث يتيح النادي فرصة الاشتراك فيه لجميع الأطفال من جميع أنحاء البلاد، فيحصلون على أفضل الكتب العربية المتميزة لتفتح لهم أبواب الثقافة والمعرفة تحت شعار ثقافة طفل تبني أمة. وتقوم فكرة هذا النادي على توفير الكتاب المناسب لكل طفل مشارك بمقابل رسم اشتراك سنوي رمزي، ويتولى النادي إرسال 24 كتاب، منها 12 كتابا قصصيا و12 كتابا غير قصصي، تتناسب مع سن الطفل المشارك، حيث يقرأ الطفل كتابين كل شهر مدة الاشتراك، ويصاحب الكتابين ورقتا نشاط للطفل تحويان أنشطة ذهنية ولغوية وترفيهية، إضافة إلى نشر للآباء والأمهات تتناول قضايا تربوية. الفقرة هذه السؤال اللي ممكن نحطه عليها: ما هي أبرز خدمات المكتبة؟ طبعا الإجابة إنها تقدم نادي كتاب الطفل، وما تتيح له من استعارة كتب وقراءة الكتب وتوسيع مدارك الطفل وتوسيع مفاهيم. الفقرة الثالثة، وقد تم تقسيم الفئات العمرية التي تستفيد من نادي كتاب الطفل 4 فئات: الفئة الأولى من سن 2 إلى 5 سنوات وتخدم رياض الأطفال، والفئة الثانية من سن 6 سنوات إلى 8 وتخدم المرحلة الأولية صف أول صف ثاني، والفئة الثالثة من سن 9 سنوات إلى 12 سنة، يعني من صف ثالث إلى صف سادس، وتعني بالمرحلة العليا من الابتدائية، والفئة الرابعة من 13 إلى سن إلى سنة من سنة 13 سنة إلى 15 سنة، وتعنى بالمرحلتين المتوسطة والثانوي. لقد وفرت بلادنا الكثير من مصادر العلم والمعرفة، فجدير بنا استثمارها في بناء أنفسنا وأفراد أسرنا ومجتمعنا لنساهم في نهضة هذا الوطن. السؤال اللي ممكن أحطه: كم فئة عمرية قسمت المكتبة؟ طبعا 4 فئات، اللي هي من سن 2 إلى 5 سنوات، ومن سن 6 سنوات إلى 8، ومن سن 9 إلى 12، وبعد كده المرحلة المتوسطة اللي هي من 13 إلى 15 متوسطة والثانوي. 4 فئات. هذه الإجابة يا شباب، هذه الاستراتيجية القرائية اللي احنا كنا بنتكلم عليها من الفصل الدراسي الأول. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.